اذا ظهر الجهل وكتم العالم علمه ماذا تكون نتيجته؟ فليتبوأ مقعده من النار او شيء، فعليه لعنة الله. قل لا سبحان الله، هذا طبعا في حدود الامكان، ولا نستطيع ان نقول غير ممكن بمئة بالمئة، لا، اذا فنحن كاذبون حقيقة وعلينا لعنة الله سبحان الله. بمقدار ما هو ممكن ان تطلع حسك، ما يصير تسكت مئة بالمئة، انما هو لمصلحتك الدنيوية بس، تأكل حق الامام وتنام حبيبي، لا لا، اذا انت مجرم ذاك البعيد، ليس اكثر من ذلك. يرضى ما يرضى يلبس الباب، هكذا يقول سيدنا محمد الصدر، وهكذا يقول علي بن ابي طالب، والرجال ما قصر علي بن ابي طالب كان يخطب، فمن منكم يخطب؟ سبحان الله، اذا كان لنا اسوة برسول الله، اذا رسول الله كان يخطب، اذا امير المؤمنين كان يخطب، فلماذا لا نخطب؟ لا نفهم الناس ولا نواجه المجتمع حبيبي سبحان الله. بعدين صلاة الجمعة صير فتنة، على كل حال هذا أنا أحتسبها إلى رب العالمين.